السلام عليكم. هنا رانا في ولاية وهران عند الرومبوان تاع الباهية. من الرومبوان تاع سيتي جمال للرومبوان تاع الباهية راكم تشوفوا خوتنا الجزائريين. رانا عايشين في تضييق، رانا عايشين في خبينة. علاه؟ على جال شخصية جاية، شخصية راهي جاية هنايا راه مبلعين علينا كاع البلاد. راكم تشوفوا ها التضييق كي داير، شوفوا التضييق اللي رانا عايشينه كي داير. راكم تشوفوا واللي يخدموا في الوزارات والشخصيات كاع راكم تشوفوا خبينا اللي رانا فيها. وين راهي العدالة الاجتماعية؟ هاد الشخصية لو كان يجي ابي يجي على كرعيه ما كانش اللي يخرب فيه، ولكنه يضيقوا على الشعب، يضيقوا على الأمة الجزائرية. شوف ها عندي جوج سوايع تاع خدمة أنا، عندي تفرغي في الشعب، عندي زوج سوايع تاع خدمة أنا، كلاو بلاد يزيد ياكل لي جورني تاعي. علاه؟ علاه يعني علاه؟ وين راه العدل في هاد البلاد؟ وشكون هاد الشخصية هذا اللي بلع علينا كاع الطريق كيما هاك؟ علاه؟ ما يبغيها أن يربي لي العبد. علاه؟ واحد وكالي البلاد لو كان بعدا خادمها معليش روحو نتحوا له. كالي البلاد وزيد يبلعو طرقان علينا بني الكلاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. راكم تشوفوها ها من الرومبوا تاع سيتي جمال حتى الرومبوا تاع الباهية، واحد ما يفوت. رانا مقارين الوطن، راني في ساعة هنا مقاري ومازال رانا في ساعة مقاريين. هذه شخصية هذه ولا شا تكون هذا؟ والله العظيم لو كان يجي ابي ما وكاش لي يخرب فيه، يجي على كرعيه ما كاش لي يخرب فيه. يا ربي خلص فيهم هذا كاع، كاع اللي راه لعبها خدام مع الدولة كاع يخلص، كاع يتنحاو كاع بإذن الله. لي جينيرو الا بوبان والجزائر تدي الاستقلال، لي جينيرو الا بوبان والجزائر تدي الاستقلال. وتحيا الجزائر، وتحيا الشعب الجزائري، والثورة تاعنا ما تحبش، ثورة سلمية ونقعدوا نفتحوا فيهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم، وسمحوا لي بالك ما عنديش شوف الباش نزيد نكمل معاكم، ويعطيكم الصحة أخوتي.